بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلبة، نحن الآن بصدد التحدث عن الفصل السادس من الجانب العملي لمساق نظم إدارة قواعد بيانات لطلبة الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا بخان يونس. في هذا الفصل سنتحدث عن الاستعلامات الفرعية سب كويري. في الفصل الخامس تحدثنا عن كيفية جلب البيانات من جدولين أو أكثر. في هذا الفصل سنتحدث كيف نستخدم السب كويري لجلب بيانات محددة. سنقوم بشرح كيفية ومتى نستخدم الاستعلامات الفرعية، أيضا معرفة أنواع الاستعلامات الفرعية وكتابة الاستعلامات الفرعية أحادية الصف ومتعددة الصفوف. على سبيل المثال، من هو الموظف الذي يتقاضى راتب أكبر من راتب الموظف أبل؟ في الأساس يجب علينا معرفة قيمة راتب الموظف أبل، من ثم نوجد الموظفين الذين يتقاضون راتب أعلى من هذه القيمة. فهذا يسمى استعلام فرعي. يعني في البداية أنت بتروح بنجيب اللي هو قيمة الراتب للموظف أبل وبنقارن مع القيمة هذه. نشوف كيف بنعمل الاستعلام الفرعي. الصيغة العامة له select list اللي هي الكولوم from table where expression operator. هنا قيمة معالجة منطقية. هنا أكبر، إذا بكون عندنا استعلام داخلي جوا، يعني select جوا select. استعلام الفرعي اللي هو اللي هنا بنرجع قيمة بنقارنها مع الاستعلام ايش الرئيسي. نطلع على هذا المثال. بداية نشوف الجملة الاستعلام الفرع ايش بيجي. Select salary from employee where last name equal up. هذا الاستعلام بيرجع قيمة واحدة فقط اللي هي قيمة مرتب الموظف هذا. فلما ترجع القيمة هذه، الاستعلام الرئيسي بيقارن مع القيمة اللي هي 11000 وبيجيب كل أسماء الموظفين اللي راتبهم أكبر من 11000. إرشادات عند اللي هو استخدام الاستعلامات الفرعية. وضع الاستعلام الفرعي دائما بنحطه بين قوسين. وضع الاستعلامات الفرعية على الجانب الأيمن في حالة المقارنة. لا يوجد هناك حاجة لاستخدام جروب باي أو أوردر باي في الاستعلام الفرعي. يجب التأكد من استخدام المعاملات أحادية الصف مع الاستعلامات الفرعية، يعني ترجع قيمة صف واحد أو قيمة واحدة. يجب التأكد من استخدام المعاملات متعددة الصفوف مع الاستعلامات الفرعية متعددة الصف، يعني هي بتجيب ماكس كذا بشكل هذا. نشوف نجرب الكلام هذا بشكل عام. إذن بدنا استعلام يجيب كل الموظفين اللي بياخدوا راتب أكبر من راتب موظف معين. إحنا نجيب select salary from employees، هيك بطلع لي الرواتب. أنا بدي أجيب إيش last name، مثلا last name كل واحد اسم العائلة والراتب تبعه. أنا بدي أجيب كل الناس اللي بقبضوا أقل من كوشير. هذا كوشير، هذا اسم واحد. طيب أنا في البداية مش عارف إنه كوشير بقبض 17000، فأنا بدي أجيب هنا select salary from employee where last name equal. طب ليش انا كتبت ايكوال ما كتبتش لايك؟ لان انا عارف كيف بنكتب اسم وعارف كيف محدد الاسم كوشير او كوشار هذا بشكل هذا. لو شغلناها فرجع لي كذا. اذا هذا نعده كويري عاديه. لو بدنا نحطه كصب كويري بنقول سيلكت، هات لي كل بيانات الموظفين فروم امبلويز، بس بشرط الراتب تبعهم أكبر أو أقل
او لا يساوي او اصغر او يساوي. احنا بدنا نقول لا يساوي، لا يساوي مين؟ القيمة اللي راجعة من السب كويري. إذن هذه كلها هترجع لي 17,000، معناها إنه هات كل الموظفين اللي رتبهم لا يساوي 17,000، هيك حيطلع عندي 105 موظف. طب التنين هات لك كانوا مقبضوا نفس الراتب، تمام؟ نجيب كمان مثال. لو احنا بدنا كل الموظفين اللي بيشتغلوش في الدائرة اللي بيشتغل فيها الموظف اللي اسمه كوشير، فأنا بقول select department ID، هات لي رقم الدائرة من الموظفين وير last name، جبت رقم دائرته لكوشير وبيشتغلوش في الدائرة لا يساوي. إذن هذا ايش بدنا نقارن؟ رقم الدائرة department ID لا يساوي رقم دائرة كوشير، هاي الناس اللي موجودين هنا. اذا 103 بيشتغلوش في نفس الدائره اللي بيشتغل فيها كوشير، تمام؟ ممكن هنا نحط الشرط اللي احنا بدنا اياه، ممكن هنا نحط اند او كذا او اند اللي بدك اياه، يعني ممكن الشرط يزيد زي ما انت بناسبك. الاستعلامات الفرعيه احاديه الصف ترجع صف واحد، الاستعلامات الفرعيه متعدد الصفوف ترجع اكثر من صف. في حالة انه بترجع صف واحد نقدر نستخدم الاكبر او يساوي، اصغر اصغر او يساوي او لا يساوي، لكن لو كانت اكثر من صف في لها تعامل ثاني، تمام؟ هذه لين للصفوف الاحاديه بالشكل هذا. طبعا بشرح لنا الكلام هذا، نفس الشيء هنا. لو احنا عندنا بقول لك هنا استخدام البند هذه مع السلامات الفرعيه، طبعا هافينج نفس الشيء، يعني لو كان عندنا احنا جروب باي، طبعا احنا نرجع بالنقطه هذه، طبعا هذا بتراجع ملتي رو، وهذا بتراجع سنجل رو، وهذا ملتي فاليو وسنجل فاليو. فقلنا هنا لما بيكونوا تنتين زي هيك لازم نستخدم جروب باي، وجروب باي بتستخدم اللي هو الحق اللي فيش فيه فانكشن. فاحنا جروب باي ديبارتمنت اي دي، ايش يعني بترجع هذه؟ كل دائره واقل راتب، بس بشرط انه اقل راتب يبقى اكبر من اقل راتب للموظفين اللي بيشتغلوا في الدائره رقم 50. اذا الداخليه هذه بترجع اقل راتب للموظفين اللي بيعملوا في دائره 50 طلع ايش؟ 2500. بدي كل دائره واقل راتب فيها، بس بشرط تكون اقل راتب اكبر من ايش؟ من 2500. هذه شرح لمين؟ للجمله هذه. طبعا هنا في عندي امبلوي ولاست نيم من جدول الامبلويز، وير السالري ايكوال سيلكت مينيمم سالري فروم امبلوي جروب باي، هذا بترجع اكثر من رو. اذا السب كويري بترجع اكثر من رو، تقدرش تستخدمها مع مين؟ مع يساوي واقل ويساوي، اللي هم الارثماتيك اوبريشن او المعاملات الحسابيه اللي احنا تعودنا عليهم. في لها طريقه ثانيه، طبعا هنا رو نو رو سيلكتد، انه ما بترجعش هذه الجو، ما بترجعش ولا رو، فانت بدك تقارن في حاله انه ما رجعتش ولا رو، مش حترجع لك شيء. اللي هو الاستعلامات الفرعيه متعدده الصفوف، لما بترجع السب كويري بترجع اكثر من قيمه بنستخدم المعاملات هذول. في عندي ان واني واول. ان معناها المساواه لاي قيمه داخل قائمه القيم، اني مقارنه قيمه باي قيمه داخل القيم، يعني باي قيمه بتكون، اول مقارنه مع جميع القيم. نشوف مع المثال، نشوف هذا المثال كيف بدنا نستخدم اني. عندنا امبلوي اي دي ولاست نيم وجوب اي دي وسالري فروم امبلوي، حتى الان فاهمين وير السالري اقل. نشوف الجمله هذه، سيلكت السالري فروم امبلوي وير جوب اي دي بيساوي اي تي بروجرامر اند جوب اي دي نوت ايكوال اي تي بروجرامر. ايش يعني الجوب اي دي ايكوال اي تي بروجرامر؟ هذه نجيبها هيك ونروح نعملها لحالها ونشوف ايش بترجع لنا هذه الجمله اللي هي صب كويري. خدناها هيك كده لصقناها ونرسل سيلكت. طبعا احنا ممكن نكتب جمله سيلكت على اكثر من ايش؟ من سطر، وممكن على سطر واحد. هات لي اللي هو رواتب الناس اللي بيشتغلوا مبرمجين، طلع لي اكثر من قيمه. طب هات لي هنا سيلكت زي ما هو كاتب
كل البيانات from employees where salary أكبر من any. إذن القيمة اللي بترجع من هنا لو كانت أكبر من أي قيمة من هدول بيرجع لك الصف، غير هيك مش هيرجع ولا صف زي ما هو كاتب هنا. أو أقل من أني، إيش يعني أقل؟ أقل من أي قيمة من هدول. يعني لو كانت القيمة، يعني هذه طبعا هذه معناها أور، يعني ممكن لو لقى هذا القيمة اللي راجعة من السالري من هنا أقل من هذه حيرجعها، أو هذه أو هذه أو هذه أو هذه حيرجع القيمة اللي موجودة في السالري. تمام؟ طبعا هنا رجع للقيم كلها بالشكل هذا. لو احنا تفرجنا على القيم اللي بتكون هنا السالري بتاعهم، طبعا هنا احنا جبنا الفيرست نيم واللاست نيم، هاي السالري 2100. طب لو احنا طبقنا هذه لحالها، طلع كيف علم عليها كده وكليك يمين وقول له ران سكريبت، فهذا حترجع لك ثلاث قيم 9000 وكذا. فاللي طبق في الاول اللي كان موجود هنا طبقناه انه كان عندي 2100 اقل من 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 وهكذا. تمام؟ طبعا هذا الشرط الثاني لا يساوي اي تي جوب اي تي لا يساوي اي تي بروجرامر. هات لي كل الناس اللي رواتبهم بتكون اقل من رواتب اي واحد من الموظفين اللي بيكون عندهم اي تي بروجرامر، والجوب اي تي نوت ايكوال اي تي بروجرامر. يعني هذه فيها خطا هنا. تمام؟ طبعا اول اكبر من كل، أني أكبر من أي واحدة، إن بيكون موجود ضمن، يعني هنا في المثال السابق يقوم من استعلام باسترجاع رقم الموظف واسمه ورقم القسم من جدول الموظفين الذين يأخذون راتب مساوية أو أقل لراتب في كل قسم. لو أنا نجيب هذه ونطبقها مع بعض على SQL Developer عشان توضح. هذا ايش معناها؟ select minimum salary from employee group by department ID، يعني كل دائرة وقديش لها minimum salary. اللي لازم ايش يعني هنا؟ هذا ايش بترجع؟ نعملها زي كده، نعملها run script. اذا ايش طلع عندي هنا؟ المينيمم salary، حتى ممكن نحط clear، نمسح المسافة هذه ونحط كمان مرة run script هنا. ده هذه ايش بتطلع المينيمم سالري بالشكل هذا. هذول كل الدوائر كل المينيمم سالري. ان لازم يكون الموظف راتبه في الرواتب هذول، يعني هات لي اسماء الموظفين او بيانات الموظفين اللي راتبهم بيكون ضمن الرواتب المتدنيه في كل دائره، او بيكون الراتب ادنى راتب في كل دائره. فانا برجع لك كل الموظفين اللي راتبهم ادنى راتب. تمام؟ طبعا لو احنا ذاكرين لما قلنا هذه ايش بنستخدمها، ان لو احنا بدنا هون نقول ديبارتمنت نرجعها مع بعض اي دي ان بتكون قيم. انا ان معناها لو قلنا 50 و90 معناها انه رقم انه الموظفين اللي عندنا بيشتغلوا في الدائره 90 او 50، وهذه قلناها مع بعض قبل كده، قلناها مع بعض ووضحناها هاي 50 وهاي 90. فهذا معناها انه القيم اللي راجعه من السب كويري اللي كان في المثال السابق تكون ضمن القيم اللي موجوده داخل الان. اتمنى تكون وضحت. هيك بنكون وصلنا لنهايه الاستعلامات الفرعيه. طبعا زياده على ذلك ممكن تعمل استعلام فرعي في استعلام يعني اكثر من استعلام داخل اكثر من استعلام، يعني ممكن يبقى نستد سيلكت ستيتمنت. طبعا كل واحد تأكد انه بترجع سنجل رو في البدايه. لو بترجع سنجل رو بدنا نستخدم معاها اللي هو اقل من اني او اقل، يعني اقل او اكبر او يساوي اني و ان. تمام؟ وقول حسب ما هو انت بتحتاج في السؤال اللي انت بنطرح عليك. اتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.